في محترفه الذي شهد الكثير من لحظات الإبداع، يقضي علي المحميد فنان البحرين التشكيلي جزءاً كبيراً من وقته. ففي هذا المكان قدم المحميد لبلاده وللعالم ولعشاق فنه العديد من الأعمال الفنية البارزة، والتي تمكن عبرها من حفر اسمه في سجل المبدعين العرب، ليحصل أيضاً على عدة جوائز. وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية البحرين للفنون التشكيلية، فهو فنان عند متابعته نجد قدر الجهد الذي يقدمه في تجاربه الكرافيكية أو النحتية، كما أنه يحافظ غالباً على أسلوب معالجاته وصيغه الفنية التي تبحث عن الجمال في تأليف فني لا يخلو من العاطفة الإنسانية التي تتمثل في خطوطه اللينة، والتي تبعث موسيقيتها وحميميتها مع المشاهد. هذا ويستخدم المحميد مجموعة واسعة من المواد التي يتمكن من دمجها بسلاسة في أشكال فنية راقية، لتخرج لنا في النهاية كحالة إبداعية خاصة. طبعا بخصوص النحت او هوايه النحت او الحرف اللي اتعامل معها اللي هي النحت، زين طبعا هذه من بدايات الصغر ابتديني، زين على اساس انها كانت بالاشياء البسيطه بالطين والصلصال والاشياء الورقيه والاشياء الخشبيه البسيطه، هاي طبعا في بدايات الدراسه وايام المدرسه والاشياء هذه. فطبعا تطورت الى ان بدانا ننحت على الخشب، وهي عباره عن نوع من الهوايه في البدايات. فلما شوي استمرنا في العمل وشفنا ان احنا خلاص يعني مالنا بد من هذه الهوايه وممارساتها، فبدينا في الجد. فطبعا بديت اشارك في المعارض اللي تقيمها وزارة الإعلام آنذاك أو وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك في بداية السبعينات. فشاركت من بداية السبعينات في المعارض الرسمية كفنان مشارك في هذه المعارض، واستمرت طبعا استمرت هذه الفترة إلى أن بدأنا مرحلة تأسيس الجمعية اللي هي جمعية البحرين للفنون التشكيلية. طبعا أنا أحد مؤسسينها وكوني نحات، فبدأنا بعد أشارك في المعارض اللي تقيمها الجمعية واللي تقيمها الوزارة بأعمال نحت خشبية وحديد، واستمرنا في هذا المنوال. وصارت كل ما يعني كل ما يجي يوم كل ما الحرفة تصير يعني نوع من التخصص أو نوع من الخلاص الاحتراف في هذه المهنة. طبعا ما أصبحت هواية، الحين أصبحت يعني مهنة أو عمل لابد منه، وما دام دخلنا في هذا العمل فدائما صارت العملية أصعب وأصعب، فلازم الواحد بدأ يبحث عن ذاته وعن طريقة الإمكانيات أو طريقة تطوير المهنة هذه وطريقة المشاركات الداخلية والخارجية بهذا المنوال. وبالفعل يعني في مشاركاتي حصلت على بعض الجوائز في مجال النحت. طبعا بهذا البرنامج او يعني كفكره عن برنامج، طبعا شاركت في كثير من الملتقيات النحتيه، طبعا شاركت في دبي كذا مره، وشاركت في سوريا، وشاركت في فنلندا، وشاركت في الكويت، وشاركت في البحرين، والحين طبعا دي بعد مشاركه ان شاء الله في فرنسا، وشاركت في موسكو، فكثير من الدول شاركت فيها. طبعا في عندي نصيحة بسيطة، وعلى فكرة يعني انا في كل هذه في كل مرة اللي انا اقيم السيمبوزيوم في البحرين او انسق السيمبوزيوم في البحرين، لازم ادرب ناس جدد نحاتين جدد من نحاتين البحرين على العمل في الرخام،
بالإضافة إلى بعد يعني شباب يتدربون على قطع صغيرة في عمل كيف يعني يشتغلون في الرخام. فطبعا وجودهم هنا وجودهم مع الفنانين الكبار ويأخذون يعني خبرة ومعرفة جدا يعني كبيرة. والسيمبوزيوم أو الملتقى يعتبر مدرسة يعني بمعنى الكلمة، تعتبر مدرسة في النحت يعني يحرص عليه الواحد أنه يحصلها في أي مجال. وأتمنى التوفيق للجميع. هذا وتنتصب الأعمال الرخامية أمام المشاهد في شموخ، حيث يقف أمامها الشخص محاولاً أن يلمس الجمال من تلك الصلابة ليجد نفسه وسط متناقضات أخاذة بين الجمال والخشونة، بين النعومة والصلابة، وبين اللمعان والتكوين، إلى أن يفضي إلى كونه مملوكاً وأسيراً لتلك القطع الحجرية التي عملت عليها يد فنان ومعوله، وتدل على أن من صنعها استحق التكريم في عدة محافل محلية عربية ودولية، فهو الفنان والمعلم علي المحميد. في طريق يمتد مبتعداً عن محافظة مسقط تصادف المرأة عديد من المشاهد الخلابة، وحين تتهادى السيارة بين الجبال الشامخة ويكون الوصول إلى تلك المنطقة التي تقع فيها أشهر أودية المنطقة الشرقية والتي أصبحت مزاراً مهماً، فإن وادي بني خالد المعروف بمياهه دائمة الجريان سوف يكون كفيلاً ببث السكينة والراحة لدى الزائرين. هذا وتتجسد روعة وادي بني خالد في تلك البرك المائية الكبيرة التي تتجمع على مدار العام وسط تكوينات صخرية وسط مشهد بديع يعد من أبرز مقومات الجذب السياحي لهذا الوادي، حيث يمثل التداخل بين الخضرة والتكوينات الصخرية ومن حولها المياه الجارية التي تسهم في تلطيف الموقع السياحي أبرز سمات الأودية العمانية. فنجد الكثير من الأسر والمجموعات السياحية تقوم بزيارة هذه الأودية لقضاء أوقات الفراغ وسط مجاري هذه الأودية، وذلك للاستمتاع بما أوجدته الطبيعة من مناظر خلابة ومياه جارية وظلال واسعة. هذا ويلفت نظر المتأمل بساطة الحياة التي يعيشها سكان الوادي، فلا زالت الحمير هي وسيلة المواصلات الوحيدة التي يستخدمها أهل الوادي كباراً وصغاراً، كما تستطيع أن تلمس بساطة الحياة هناك، وكأن الزمن والتطور قد توقفا عند أعتاب هذا الوادي. محمد بن حميد المصلحي من سكان ولاية وادي بني خالد، والتي تقع في شمال الشرقية من سلطنة عمان، تبعد عن محافظة مسقط حوالي 220 كيلو متراً، تعتبر من أحد المزارات السياحية في السلطنة، وتشكل معلماً سياحياً في هذه البرك المائية، فضلاً عن وجود العديد من التراث كمسجد وحسن العوين الأثري، ووجود كهف مقل السياحي الذي يبعد من هنا حوالي 500 متر تقريباً مشياً على الأقدام. ويرتاد هذه الولاية العديد من السواح سواء من داخل السلطنة أو خارجها، سواء من المقيمين داخل السلطنة وكذلك من دول العربية ودول أجنبية، يرتاد هؤلاء هذه المنطقة التي تشكل أنهار دائمة الجريان تتدفق منها ليستقبلها المواطن العماني ليروي منها البساتين الخضراء لمسافة تزيد على 4 كيلومترات تقريبا. وتشكل هذه الواحة أحد الواحات المائية الكبيرة في هذه الولاية، حباها الله سبحانه وتعالى بهذه المياه التي تتدفق على ضفتي الجبال، تشكل نهر جاري على مدار العام، ومن ثم يستقبلها المواطن العماني كما أسلفت سابقا ليروي بها البساتين الخضراء. هذه الواحات المائية من هنا تقريبا 4 أو 5 أفلاج تنشق منها لكل فريج تقريبا، وليس على وجه التحديد، المسافة تزيد على 4 كيلومترات تروي هذه البساتين الخضراء التي
يستضيفها المواطن العماني بشكل يومي ليروي بها بساتينه لينتج منها ما يزرعه في تلك المزارع، سواء من نخيل أو بس ليمون أو أشجار المانجو أو غيرها من الأشجار التي هي نعمة من الله سبحانه وتعالى أعطت ذات المنظر الخلاب بهذه الولاية. وفي وادي بني خالد نجد كذلك بعض العيون المائية الطبيعية، ويزيد المكان جمالاً الخضرة التي بين جنباته، حيث تحيط به الأشجار من كل حدب وصوب، مما يوجد ظلالاً وارفة، فيتخذه السائح مكاناً للاسترخاء ويقضي أروع وأحسن الأوقات، فضلاً عن هدوء المكان ونظافته، فهو أكبر مكان سياحي يرتده الزائرون على مدار العام لما يشكله من خلية ربط بين جنبات واحات الوادي. انت يا عين المها والشيمة والفخر والمجد يا قطار. من مرفأ القوارب التقليدية القديمة إلى قلب المدينة، حيث ستأخذك عبر شوارعها وتغريك بزيارة آلاف الأماكن، بعضها يذكر بالأيام الماضية وبعضها الآخر يلقي الضوء على حركة التحديث المتسارعة والملفتة في المدينة. هذه المنارة هي واحدة من رموز الخير، إنها حقاً منارة للهداية، فهي مركز الدعوة لغير المسلمين، ففوق مبنى من 7 طوابق تشق عنان السماء تلك المئذنة الحلزونية بجمالها البديع وروعة تصميمها، وفيها يتواصل نداء حي على الصلاة للمسلمين وغير المسلمين، داعياً إلى الصلاة وشعائر الإسلام، ومن قبل ذلك الدعوة إلى النطق بالشهادتين. مركز قطر الثقافة الإسلامي مركز يهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعريف غير المسلمين من غير العرب بثقافة الإسلام. طبعاً مفهوم نشر الثقافة الإسلامية مفهوم واسع وكبير، وكثير من الناس يحتاجون خاصة من غير العرب إلى نشر الثقافة وتعريفهم بالإسلام، لأن الثقافة الإسلامية ثقافة ثرية وغنية. فإحنا في المركز نحاول نستخدم مجموعة من الأساليب والطرق المختلفة لعملية نشر الثقافة الإسلامية، منها إقامة معارض سواء كانت داخلية أو خارجية. عندنا أيضا معرض دائم نحاول من خلاله تعريف الناس بالثقافة الإسلامية، وهذا مهم جدا لاستقطاب الناس، لأن له دور كبير في عملية تجسيد الثقافة الإسلامية عبر مراحل التاريخ المختلفة. كذلك عندنا قضية مسألة تعليم اللغة العربية، وهذه مسألة يعني جدا تستدعي الاهتمام، لأن من خلال تعلم اللغة العربية ممكن خلالها تعلم الثقافة الإسلامية، وهذه تستهدف فيها غير العرب، وعندهم حرص كبير جدا في تعليم اللغة العربية من خلال الأساليب أيضا نحن نستخدمها المتطورة والمتقدمة في تعليم اللغة العربية. كذلك عندنا فنون الخط العربي، كذلك هذا باب كبير جدا، لأن فيه فن وفيه عملية إبداع وفيه عملية أن المشاهد يستمتع بالنظر له، خاصة أن الخط العربي خط غني وفيه كثير من الجوانب الفنية. أيضا عندنا جوانب متعلقة بمسائل مختلفة اللي هي برامج التواصل الثقافي، اللي هي عملية معرفة تاريخ وحضارة المسلمين من خلال زيارة المساجد، الاطلاع على محتوياتها، التعرف عليها. فهذه عدة جوانب احنا نحاول في المركز حقيقة نقدم أشياء مختلفة، ونقدم برامج تختلف عن البرامج التقليدية في نشر الثقافة الإسلامية، لأن تحتاج هذه المؤسسات الإسلامية تحديدا إلى أساليب جديدة وحديثة في عملية إبلاغ الثقافة الإسلامية ونشرها. والحمد لله رب العالمين احنا لنا تجربة الآن في هذا المجال، وقاعدين نحاول أن نرسخها والاستفادة من التجارب الآخرين في هذا المجال، وتقديم تجربة مميزة يستطيع أن يتم البناء عليها. أيضا هناك استخدام أساليب مختلفة أيضا مثل الترفيه. الترفيه مهم جدا، لأن الحياة المسلم ليس كلها يعني عملية عبادة وصلاة، أيضا فيها جانب ترفيه. فإحنا أيضا في المركز نستخدم الترفيه في إقامة مسابقات، إقامة مباريات، إقامة أنشطة ثقافية تستهدف جميع الشرائح، وهذا الهدف منها حقيقة إلى أن تكون مدخل من مداخل التعريف بالإسلام ونشر الثقافة الإسلامية، من باب أن احنا ممكن نعمل مباريات بين مجموعات مختلفة سواء كانوا مسلمين أو مهتدين جدد أو غير مسلمين،
ما تكون عملية متضادة، تكون عملية أن الفريق كامل يسعى لتحقيق هدف واحد مشترك من خلال قيادة واحدة. فهذا عملية دمج بين الثقافات المختلفة، وهذا مهمة، لأن ممكن المسلم وغير المسلم والمهتدي الجديد أو هذه الثلاث شرائح أنه ممكن تشتغل وتعمل مع بعض وتسعى في تحقيق هدف واحد مشترك من خلال التعاون والتواصل. فهذا يعطيهم مفهوم أنه ممكن أن الثقافة الإسلامية تعمل مع الثقافات الأخرى بدون تصادم، بدون عملية، بدون أي إشكاليات بين الثقافات المختلفة. فهذه من أحد الأبواب أيضا اللي احنا نستخدمها في المركز، وأثبتت خلال الفترة الماضية مدى نجاحها وحب الناس لاستمرارها والرغبة فيها. وقد نجحت جهود دعاة مركز فنار في هداية آلاف الأجانب للإسلام من مختلف الجنسيات، حيث يعتنق الإسلام سنويا أكثر من 1000 أجنبي بمساعدة دعاة المركز، ويتم تحرير شهادات إشهار إسلام موثقة لهم، وتنظيم دورات شرعية وعلمية لتعليمهم مبادئ الإسلام. فهو يهتم بشؤونهم ويساعد في تعليم اللغة العربية، ويوفر مكتبة تحتوي على الكتب والوسائل التعليمية باللغات المختلفة. كما يقيم مركز فنار العديد من المعارض والأنشطة للتواصل الثقافي، كذلك يقيم معارض للفنون الإسلامية المختلفة، ومنها معرض الخط العربي الأصيل، والذي يهدف إلى نشر وتعزيز دور الخط العربي في حياة الناس وبيان جماليات هذا الخط. كما يقدم معارض الإسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. حقا إنه منارة ثقافية علمية إسلامية، إنه المركز الإسلامي الثقافي، والذي بلغت تكلفة إنشائه قرابة 11 مليون دولار، وهي عبارة عن وقف خيري وتديره وزارة الأوقاف القطرية من أجل تقديم خدمات تعليمية وثقافية مجانية لغير المسلمين. فهو يخاطب كافة الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم. على امتداد النظر وبطول الشاطئ الساحر، تبهرك تعاريج وتضاريس ذلك الساحل بمياهه الفيروزية ورماله البيضاء، بجزره الخلابة وتقسيماته المتناسقة، في أروع عمل يمكن أن تراه العين، حيث يتحول به الحلم إلى حقيقة والمياه إلى أرض بسيطة. أخذت ملامح مشروع جزيرة النخلة تطفو على سطح مياه الخليج لتأذن بميلاد أضخم مشروع سياحي تقيمه دبي، والذي به تتحول مساحة كبيرة من مياه الخليج التي طالما عبرتها السفن إلى أرض تقام عليها أفخم الفنادق والفيلات وأروع مراكز التسوق وأبهى الحدائق، ولتشكل هذه المساحة الكبيرة أكبر جزيرة صناعية في العالم يمكن رؤيتها من على سطح القمر، مثلها مثل سور الصين العظيم. إنها أعجوبة الدنيا الثامنة، فقد أثبتت الإحصاءات أن في دبي وحدها أكبر عدد من الرافعات وقلابات الأسمنت على مستوى العالم، والتي تعمل على عدة مشاريع ليل نهار في البحر وعلى البر، كما تسعى لتطوير التفوق الجغرافي والاستفادة التامة من الموارد الطبيعية والاجتماعية لازدهار المشاريع الخاصة. وخير مثال على ذلك تسابق السياح لزيارة مدينة النخلة في جبل علي، ومشاهدة ما فيها من بيوت فخمة ومطاعم راقية وفنادق فاخرة ومجمعات رياضية كبيرة. هذا ولم تكتفي دبي بتلك التحفة المعمارية، بل أيضاً وتأكيداً على براعتها تسعى لبناء خطوط سكك حديدية تسير أعلى شوارع المدينة وعلى امتدادها. وإذا كان الهدف من إنشاء هذه الجزيرة هو جذب السياحة إلى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها استطاعت بالفعل ومنذ افتتاحها أن تكون وجهة عالمية
تستقطب الزوار من أنحاء العالم، وذلك بسبب تفرد العناصر المعمارية في الجزيرة، ومن بينها البيوت المائية التي يبلغ عددها 1060 بيتاً، تشكل سلسلة يبلغ طولها 12 كيلومتراً. كما شيدت الجزيرة الصناعية الثانية على شكل نخلة تتألف من جذع و17 سعفة، وجزيرة هلالية الشكل تلعب دور كاسر الأمواج، بالإضافة إلى 8 فنادق ترتفع ل8 طوابق لتكون بمثابة منتجعات هادئة لراغبي الراحة والتفرد. إنها حقاً أعجوبة الدنيا الثامنة، تلك التي تتمدد روعتها على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. هو أحد البيوت الكويتية القديمة التي تمثل نموذجاً معمارياً مميزاً يعبر بوضوح عن المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والحضارية التي كانت تسود المجتمع الكويتي في القرن الماضي. إنه بيت البدر الذي يمثل نموذجاً مميزاً من حيث التخطيط المعماري ومواد البناء المحلية، تلك التي حافظت على بقائه بحالة جيدة لعدة عقود. أنشئ بيت البدر في عام 1837 ميلادية، وقد ضم إلى إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في عام 1968. بيت البدر يعد من البيوت المتميزة من الطابع المعماري، كون أنه طبعاً مبنى قديم، بيت قديم مستخدمة في اللي هو صخر البحر والطين في الحوائط والباسجيل والشندل والبواري في الأسقف. طبعاً أيضاً البيت يعني له طابع من ناحية موقع على البحر والحجم، كون أنه حجمه كبير ويتكون من 5 حواش اللي هم حوش الرجال وحوش الحريم وحوش الديوانية وحوش المطبخ وحوش الغنم. طبعا يعني من تقسيمته تبين أن يعني الظواهر الاجتماعية والاقتصادية تعكس في هذا البيت، هذا كون أن البيت يعني فاصل الحوش الرجال عن حوش الحريم، وأيضا من ناحية الديوانية كون الديوانية عنصر هام كان موجود من السابق وما زال لحد الآن يعني موجود في الكويت، ومن تعد يعني جزء من التراث الكويتي كون ان الديوانية تجمع الأهل والعائلة ويصير بينهم مناقشات وبينهم يعني كل واحد يستعلم عن أمور الثاني وحياة الثاني. فطبعا يعني المجلس الوطني أو خلينا نقول الحكومة يعني استملكوا المبنى من العائلة، عائلة البدر، وتم تخصيص اللي هو حوش الديوانية فقط إلى العائلة الكريمة، وتم استحداث فيها الديوانية، ما زالت العائلة تجتمع فيها في يوم من أيام الأسبوع. وطبعا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب رمم المبنى في سنة 2002 مثل ما طبعاً لإحياء التراث القديم ونخلي الأجيال القادمة تشوف يعني التراث القديم شلون كان والبيوت القديمة. أنت يا دار الكرم والعز كله يا السعودية. توكلنا على الله واهب الخيرات سبحانه. تعد المهرجانات الوطنية للتراث والثقافة التي ينظمها الحرس الوطني في الجنادرية في كل عام مناسبة تاريخية في مجال الثقافة، ومؤشراً عميقاً للدلالة على اهتمام المملكة العربية السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة. هذا ويعد مناسبة وطنية
يمتزج في نشاطاتها عبق التاريخ المجيد بنتاج الحاضر الزاهر. ويقوم مهرجان الجندرية بطرح عدد من القضايا المحلية التي تعزز مفهوم الوطن والمواطنة، وتلقي الضوء على قضايا المعاقين وعلى دورهم الفاعل في المجتمع السعودي. لا تألم، لا 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 تألم. بنت الوطن، بنت الوطن، بنت الوطن. هذا ويتعرض مهرجان الجندرية لدور المرأة في المجتمع المحلي السعودي، وكيف أن لها دوراً فاعلاً في بناء هذا المجتمع من حيث تنشئة الأجيال القادمة ومساندة الرجل في الداخل والخارج. هذا ولا تقتصر الفنون الشعبية السعودية على مهرجان الجندرية فقط، بل هناك الكثير من المهرجانات التي تقدم أنواع أخرى من الفنون الشعبية والرقصات، مثل السامري، الخبيتي، الهجيني، والعرض الشمالية، والزير، والحضارم، وأهل الجنوب. وبهذا فإن هذه المهرجانات الثقافية والفنية الجامعة للحضارات القديمة والحديثة لا تعطي الزوار متعة فنية فحسب، بل تحدث شعوراً في نفوسهم بأنهم قد عادوا إلى عالم مما ورد وصفه في ألف ليلة وليلة الثقافي السعودي.